للمشاريع الخيرية عديدة، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كبير علينا كبير وكبير جدا، وكان فضل الله عليك عظيما، وما توفيقي إلا بالله. الله سبحانه وتعالى سخرنا بأن نكون خادمين لهذا الشعب، ونحن دائما يعني قبل قصة صهيب ربما كنت تتابع في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، العديد والعديد من أولادنا بداية من شهر جون في العام الماضي بدأناها بقصة جنى ابنة مدينة قسنطينة، مررنا إلى معاذ بشرطة زراعة كبد، المهم العديد والعديد من المشاريع الخيرية فيها كان شعارنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا، نحن نريد فقط ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. الشعب الجزائري شعب تضامن وتعاطف، علمنا الكثير بل أدبنا في العديد والعديد من المواقف. شيء آخر، الشعب الجزائري يعاني، لا يخفى عليك ولا يخفى على المشاهدين والمستمعين بأن أولادنا وبناتنا وأمهاتنا يعانون في هذا الوطن، سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، ولكن نحن مجرد يعني صفحة كانت صفحة إعلامية. أنت تعلم بأننا يعني متخرجون من كلية علوم الإعلام والاتصال، والتقينا سابقا في مسابقة صوت الجامعة، نعم في البوليدة، يعني قلت لك لما تشوف الشعب الجزائري يعاني لابد عليك بل من واجبك أن تخدم هذا الشعب. وتعلم دائما يعني قلت لك بعد التخرج من الجامعة مباشرة إلى البطالة، وتعلم البطالة في هذا الله سبحانه وتعالى. اسمح لي نجيب، سنعود إلى هذه النقطة. تعرف علش كبرت في عيني أنت يا بارك فيك. مش غير عيني وكي نقول أنا وجميع الزملاء، يعني أنت وأمين والشباب اللي معاكم، لأنه يعني ما كاش مقابل العمل اللي راكو ديروا فيه، يعني ماشي لازم يكون كاين مقابل، ولكن نجيب متخرج من كلية الإعلام والاتصال ويقوم بهذه المجهودات الجبارة، ونجيب يعني الخير خير ربي أكيد، ولكن نجيب وسيلة من وسائل الله سبحانه وتعالى في الأرض لتفريج كرب المواطنين، ولكن نجيب لا يحظى بأي مقابل، وهو بطال يكرس كل وقته فقط لمساعدة الآخرين، هو إضافة إلى شباب آخرين. يعني سأتكلم قليلا مع أمين قبل أن أعود إليك نجيب في هذه النقطة. أمين مع بيشي لمقبل كنت تسمعك، كنا نصوره مع والدة صهيب، حكات والدة صهيب قالت بلي أنتم شفتوا قصته في القهوة، شفتوا قصة صهيب كنت في القهوة هكذا، وانت قلت النجيب قلت له بإذن الله غدوة إن شاء الله يسمونا في قالمة. أحكي لنا كيفاش صرات وعلاش أثر فيك صهيب، يعني بمقابل حالات أخرى كاينة، وعلاش صهيب بالضبط؟ السلام عليكم، مساء الخير الأخ يوسف على الاستضافة. قصة كيفاش حتان أنا والأخ نجيب حقنا لصهيب، انه نجيب انشرف حول في موقع التواصل الاجتماعي انه راح يكون خادم الاخ صهيب. اول حاجه خممت فيها ديريكت مو كومونتيت ولا علقت بكلمه غدوه ان شاء الله يسمونا قالمه، وبالفعل كهدرت مع الاخ نجيب بعث له في الماسنجر قلت له غدوه ان شاء الله بربي ان شاء الله يسمونا قالمه. وصح كان يسمونا قالمه، ولقينا ناس ثم استقبلتنا وقمنا بالواجب. كانت هذه أول مرة تشوف حالة وتروح مباشرة عندها، ولا عادة أنتم هكا غير تشوفوا قصة ولا غير تشوفوا ظاهرة تروحوا مباشرة للمعني بالأمر؟ على الأخ نجيب نقدر نقول لك وين يلقى الخير يمشي نجيب، وين يمشي يتصل بيا، والله كاين زملاء يتصل بيهم ثاني باش يعاونوه. كما نقولوا ما كانش عنده امكانيات كبيره، بصح كان دائما يحاول. كانت سياره قبل باش يتنقل باش نتنقلوا مثلا في قصه الاخ صهيب باش نتنقلوا من سطيف الى قالمه مسافه طويله. كنا نمشيو صباح من 11 وحنا نمشيو حتى العشيه نلحقوا نديروا لايف نعاودوا نرجعوا، كي نلحق للدار تكون 3 تاع الصباح. كي نلحق للدار شغل نقول أنا المسافة كانت طويلة، بصح فيها كي تكون دير في الخير تولي لك مسافة صغيرة ما تحسلهاش والله ما نحسلها. أنا وليت من سطيف القالمة لدارنا والله ما نحس المسافة هذيك، ومشي سطيف كيما نقولوا سطيف فيل، كنت نمشي من سطيف لبلدية بوطالب الحمة نزيد 82 كيلو. بصح في فعل الخير
دائما يكون. على كل أنا دائما أقول أن سطيف من أجمل ولايات الوطن، وأن منطقة سطيف بالذات لديها مع الزغالية في قلوب الجزائريين، ويعني خير دليل هو خيرة أبناء ولاية سطيف الحاضرين معنا. نجيب أمين بيحكي على نقطة معينة، أنه أنتما، أنا أريد أن أشدد على أنه أنت وأمين صغار في السن، يعني ما كوش كبار ولا عندكم التزامات أخرى، أنتما صغار في السن، ولكن استعدادكم لمساعدة المحتاجين في كل ولايات الوطن ما عندوش حدود، ولكن أنتم ما تديروا في الخير هذا بدون أي مقابل، بدون أي يعني مش حاب نقول باطل لأنه أجره عند الله كبير، بصح الدافع اللي عندكم وش اللي يغذيه، وش الشيء اللي يخليك تروح من سطيف إلى قلمة وتعود ترجع في نفس النهار تدير لايف وتعود ترجع مع كل الضغط اللي رافق قضية صهيب؟ أنا أؤمن بما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعل الخير وهذه التنقلات وهذه التبرعات يتعتبر من الجهاد، وهو حقا صحيح أنه جهاد. الشيء الأكثر من هذا يعني الشعب الجزائري، لما قلت لك في البداية في بداية كلام المداخلة، أنه أعطانا دروسا ومواقف، لدرجة أنه يعني الأخ الذي أخي الصغير حبيب الله الذي أحيي أيضا موجود في سلطنة عمان، رفقة شباب خير أيضا يحضرون لعدة مشاريع خيرية في الوطن العربي الكبير. هذا الأخ الصغير كان يدرس في جامعة الباز بفرحات عباس بسطيف. لما نكون أنا مثلا بعيد سواء في العاصمة أو في أماكن أخرى، مباشرة نتصل به نقول له روح مباشرة، فيه أخت تواصلت معي في بريد الصفحة تريد أن تتبرع للمسجد الفلاني أو للشيء الذي أثر فيه كثيرا. أنه إحدى الأخوات في مدينة عين المان زوجها عاطل عن العمل، هي من الطبقة الفقيرة، وصل بها الحال في إحدى الحالات المرضية معاذ بشاطة، كان عنده زراعة كبد، لما وصل لها الأخ تاعي أصغر. والشيء الجميل أيضا حتى باش نوصل لك، الشعب الجزائري دير فيها ثقة كبيرة وكبيرة جدا، نحييه سواء داخل وخارج هذا الوطن. يعني بصفة عامة الوطن العربي الكبير في سوريا في اليمن في المغرب، الأخ حبيب لما يتنقل هذا الأخت مباشرة لما وصل نزعت الخاتم مباشرة، يعني الخاتم تاعها مباشرة، ولما تنزع الخاتم هنا تعرف باللي يعني قلت لك الشعب الجزائري علمنا هذه الدروس وهذه المواقف وهذه العبر، ما تخليكش يعني تتوقف عن فعل الخير ابدا. فيه ايضا بعض الامهات، انا نحيي الامهات الجزائريات داخل وخارج هذا الوطن، يعني كاين ام من باتنا مقبله على عمليه جراحيه مثلا في الغد، واليوم عندنا جمع تبرعات، تبرعت بالاورو وتبرعت بمبلغ عمليتها، سلمتها لي شخصيا، قالت لي يدير الطفل العمليه تاعو مباشره وانا ربي سبحانه راح يجيب لي. حكايات ومواقف وعديده وعديده. الشيء لما تكلمت لك يعني على الثقه تاع الشعب الجزائري اللي خلتنا نسهلوا للحالات المرضيه هو البث المباشر. البث المباشر هذا بدأته في جانفي العام الماضي، يعني احنا عدنا عام فقط مع الأعمال الخيرية، يعني كما يقولوا بالصفة الرسمية أكيد نحن نملك الحماية الإلهية وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن من جهة أخرى نخاف من جهة لا نملك الحماية الأمنية، الرخصة الأمنية التي تسمح لنا، ولكن مع ذلك نشكرهم رجال الأمن داخل الوطن بصفة عامة من الطبقة العليا إلى أبسط رجال الأمن، يعني سهلوا لنا العملية. البث المباشر مفاده بالمختصر مثلا مع صهيب الله قبل الحالات المرضية، أنه مثلا الأخ يوسف لو تعطيني 50,000 أو 1,000 دينار 100,000، أنا 100,000 هذه نديرها في ظرف بريدي نكتب فيها مثلا الاسم أو اللقب، يعني كما تحب أنت، لأنه كان بعض المحسنين ما يحبوش يبانوا، ولكن مع ذلك أنا نقول الشعب الجزائري الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة قال لك إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وفي آية أخرى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية، يعني ينفقون بالسر والعلن، وهذا الشيء الجميل. قلت لك بأنه مثلا يوسف يعطيني مبلغ 1,000 دينار أضعه مباشرة في ظرف بريدي، أكتب مثلا يوسف في المكان الفلاني أو في المقهى الفلاني أو بجانب مكتب البريد، يغلق الظرف البريدي في البث المباشر يفتح الظرف البريدي، وكانت يعني حالات بالملايير في 4 أيام، مليار في 5 أيام، والحمد لله الوتيرة ما شاء الله، ولكن تجد نفسك يعني تعطي ولكن يعني فيه جهد كبير والتعب الكبير،
والشعب يعني إرضاء الناس غاية لا تدرك. أكيد العديد والعديد من الحالات المرضية. نحن مع صهيب نحاول أن ننوع يعني في الشرق في الغرب في الشمال وفي الجنوب، ولكن نحن ما نحن تعرف نجيب، أنا كنت حكيت لك على هذا الموضوع بيني وبينك سابقا. نعم. قلت لك لأنه أنا شغل استعلمت شوي عليك، يعني عرفت الأشياء اللي تديرها أنت وجماعتك، يعني وسيدة حورية حكيت لي بالتفصيل عليك، يعني لو كنت تشد المساعدات للأشخاص الموجودين فقط في الصيف والولايات المجاورة، فهذا الشيء رح يعود بالفائدة بشكل لا يصدق على المحتاجين. لأنه نجيب قبل أن يبدأ البث مع صهيب أعلم السلطات الأمنية عن طريق المنشور، وعندما انتهى من جمع المبلغ توقف مباشرة مع المبلغ الذي كان يريده صهيب. توقف نجيب عن جمع التبرعات وأعلن عن ذلك، وكل التبرعات كما تشاهدون في الفيديوهات التي نعرضها في هذه الحلقة، كل المبالغ وكل الأموال التي كانت تصل إلى صهيب كان نجيب يقوم بالتصريح بها على المباشر. يعني ما كاش قاع كما نقولوا لي فويت، ما كاش الهربة ولا ما كاش